في موضوع آخر، استمتعت العائلة التي توافدت على القاعة المتعددة الرياضات بمدينة عين الدفلة بعروض وأناشيد عمو يزيد في افتتاح الموسم الثقافي للولاية، وقد لاقت هذه النشاطات إعجاب الأطفال الحاضرين. تقرير محمد صادق بوزيان. شهدت القاعة المتعددة الرياضات بمدينة عين الدفلة حضورا قويا للعائلات العين الدفلية والأطفال للاستمتاع بعروض وأناشيد عمو يزيد الذي يلتقي مع جمهوره من الطفولة لأول مرة بعين الدفلة. العائلات العين الدفلية التي حضرت بقوة وحضر الأطفال، والشيء الجميل أيضا أننا يعني وجدنا يعني تجاوب يعني من طرف الاطفال مع عمو يزيد. الجمهور بدا يتوافد من الساعة الأولى من الصباح، وجاءوا اطفال صغار وكامل، والشيء اللي اليوم كان في مدينه عين دفله على غير يعني ما نقولش ما كانش في المدن الاخرى، ولكن هنا كان بكثره. يعني الاطفال لبسوا وكانهم رايحين لعرس، كانهم رايحين لحفل، كانهم يعني شيء من اروع ما يكون. الاطفال تفاعلوا مع العروض المقدمه وتمنوا اعاده الحفل مره اخرى. باسكو فرحنا بزاف عائلات، وفرحنا بزاف اطفال، وفرحنا بزاف دراري، وانا نقول لعمو يزيد بارك الله فيك وعمل جبار راه يقوم به. فرحنا عمو يزيد ان شاء الله ونشكروه على هذه الحفله. نشكر عمو يزيد بزاف، نتمنى ان شاء الله يعاود يجي عندنا. Je vous remercie monsieur Amou Yazid على le fait اللي دار la fête اللي دارها les enfants فرحهم ونحبوه بزاف بزاف. للإشارة فإن ولاية عين الدفلة تعرف حركية ثقافية غير معتادة من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الهادفة والتي لاقت استحسان الجمهور. وفي الرياضة المحلية استضاف قدماء